زي ما حضراتكم شايفين طبعا المية ديت نتيجة الطقس السيء اللي بتعرض ليه بلدنا اليومين دول بسبب عاصفة تقريبا سموها عاصفة التنين. طبعا تجمعات المية ديت في عربيات دخل لها المية، وفي عربيات طبعا على حافة او على وشك دخول المية للكابينة ليها. طبعا في عربية اهوت على يعني المية على وشك، طبعا ده جنب عالي يعتبر المية ايه قليلة فيه. طبعا في عربيات تانية غرقت. المهم يعني مش ده موضوعنا، موضوعنا كله انك انت في حاجة زي كده ازاي تحافظ على العربية او تتصرف ازاي لو المية وصلت للعربية. المحاصل طبعا عندنا احنا كده شكل المية، يعتبر الحمد لله ولا اي حاجة يعني عندنا، أنا يعني المية كأني دي بالنسبة راكب لنا ولا اي حاجة. في بلاد تانية المية بدون مبالغة دخلت جوه الكابينة بتاعت العربية ومالت الصالون مية. في الحالة زي دي تعمل ايه؟ اول حاجة ما تفكرش فيها، لازم تفصل كابل البطارية وما تحاولش تدور العربية لأي سبب من الأسباب، لأن كهرباء أو حساسات مع مية بتساوي عطل أو شورت أو قفلة. فبدل ما تدمر ضفيرة العربية وتدمر كنترولات أو حساسات أو تبهدل الدنيا، لا أنت تفصل كابل البطارية وما تدورهاش لأي سبب من الأسباب. وبعد ما الجو الوحش أو العاصفة ديت تعدي بتركن العربية كام ساعة حلوين في الشمس بحيث ان هي تبخر كل المية اللي فيها، وبتيجي تدور دارت معاك خير وبركة. طيب العربية ما دارتش معاك تعمل ايه او تتصرف ازاي؟ اول حاجة تيجي تعملها انت بتيجي تفك كل الفيش وفيش الحساسات اللي موجودة في العربية، وتبدأ بكربراتير كلينر تنظف الفيش ديت كويس جدا، لانها هتلاقيها في الغالب مملحه بسبب الميه اللي دخلت لها واللي وصلت لها. وبعد كده بتيجي تنشف الفيش ديت بسشوار او بضغط هواء بلاور الكلام ده، وبعد كده بتيجي تدور العربيه عادي جدا. الحاجه التانيه لو انت عربيتك بنظام السبراتير اللي هو النظام القديم، طبعا بتيجي تعمل حاجة بتغطي الاسبراتير بكيسة بلاستيك عشان ما يوصلوش مية، عشان لو الاسبراتير وصل له مية العربية مش هتدور معاك اصلا وهتعطل بيها. ورجاء اللي مسافر على طريق ما يحاولش يزود السرعة عن 80 كيلو في الساعة او 70 كيلو في الساعة، كل ما قللت السرعة كل ما ده هيكون في صالحك، لان على الطريق وانت بتجري بالعربية في ظل الرياح الشديدة والهواء والأمطار مش هتعرف تتحكم في العربية، ممكن شوية هواء لا قدر الله يخلي العربية يختل توازنها، تحصل كارثة أو تتعرض لحادث. فاتبع وسائل الأمان وربنا يستر طريق ويسلم طريق كل واحد مسافر، وربنا يسترها ويعدي الموجة اللي احنا فيها ديت على خير، وإن شاء الله ربنا ما يجيبش حاجة وحشة أبدا.